FM. الكل مليك. أكتو فيسبوك. أكتو فيسبوك هالفقرة مسطى ولا تموت الذمار بسلة، ولكن كل الوقع صايرة بالرسمي والتنبير فيسبوك بحت. نحن لا نتحمل مسؤولية ما يكتب على الموقع، ولا ما هكا شوية نخرجوه عن سياقه بكل براءة وشفافية شفافية. اليوم 13 أكتوبر 2017 وحكمة اليوم اللي خرج بها الشعب الفيسبوك العظيم زيتا وشهود على ذبيحة قنفود، وفي رواية أخرى صغارية أكثر من الكسكسي. ناس بكري روم هفات وما خلوا ما قالوا. يرحمهم ناس بكري. ناس بكري ما خلاوا ما قالوا. ناس بكري هموم جامدة. ناس بكري راهو تقول انت شاحوا نهار تلقوا نساو ابدا. في النجارة عند فزويل عند العرق لساعة انهاجي من الشرعية الدولية حتى هي عنده فيها ما يقول. قالك في الديمقراطية ناس بكري. قالك يا سيدي اللي يركب على البهيم يحمل بصه. حكاية الجسم المشبوه اللي قلب الدنيا في قلب العاصمة والداخلية هبط بلاغ والدنيا مدعوكة، وفي لحظة وصود الوطن هب وهبة رجل واحد وحالة استنفار قصوى، يعني سركلوا الدنيا وفرقة تفكيك المتفجرات هدت. وبعد الخوض هذه الكل حل السرة تلقى خيط. هي الحكاية الكل في الكل، كعبة طماطم وكعبة أنزاس والسلام بالعافية. انت تتكلم جد؟ ما لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. يعني موضوع خلى برشا تكركيرة مش لعب على الفيسبوك، وبرشا تنبير. مواطن علق وقال يا أخي ولا واحد هكاية تسنتر وتكبس وحل الساك كحل، وينهم البواسل اللي تسميه أو يستميتوا في الدفاع على الوطن؟ الدنيا تقلبت وهم يتفرجوا كما قال الجبالي. سابقي كمان دي ان فرنسي رأس مال جبان. رأس مال et j'ai la traduction est là, je sais pas. Pire ogman alayya ogman alayya ogman alayya ay 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 ogman alayya ogman alayya ay 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 ogman alayya. مواطن يعني باين فيه محتحت. قال الطماطم هي نجمة الموسم مش لعب، حتى هي عوجتنا أو عوجتنا كريمنا وكملت يعني ضيقتها للداخلية. كي تشوف هو الكيلو ب 3200، يعني بطبعه يثير الفزع ونص. ينصر دينك أستاذ نفيسة. مواطنة علقت على الموضوع قالت السيد اللي عملها العملة ما عندوش رحمة في قلبه، يعني كان هزز زوز طماطم وفلفل وأنزاس وكان ناوي يشويهم شويان وينكل بيهم. بون من رأيي ما نسرعوش على خاطر التحقيقات أكيد لازالت جارية ولا هي بالصوص. مرحبا بكم في رفعة القعدة. 24 جان في 1978، بعد بونتو علي الكعبي بالضبط، وميمة خرجت من الدار تشري في كعبتين كرواسون واربع كعبات معشعش. أميمة التولى رجعت لدارها، ما عليناش في أميمة وفي دارهم ربي معاهم. هو موضوع طماطم مازال عامل برشا بوليميك، ونلقاو ستاتيودر برشا يقولك نعرف دولة دينها الإسلام كعبة البيرة فيها بدينار و700 وكيلو طماطم ب3200. جمهورية البنان البنان، جمهورية البنان البنان. أما لا 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 ما نخافوش والحمد لله رب العالمين، كما قال سيدهم الشيخ كرم الله وجهه. والمهم أنه في تونس الآن يعني تحل الماء تلقى الماء، تفتح تنزل على الزر تلقى الضوء، تلقى المواصلات، الشهريات كل واحد يجي شهرية في وقته، وهذا مش بسيط. اللهم خرب بيتنا احنا يا شيخ. لا وعنا وزير فلاحة دمدوم يعني يشم في الخوخ أصل مش لعب، وعنا حكومة وحدة وطنية سهرة يا عيني ليل النهار على قفة وراحة المواطن. وزراء وإحنا عندنا وزراء، ما أنتوا بهايم، أنتوا بهايم. أنت لو فكرت في حل عملي بدل ما تقعد تندب زي النسوان ما كانش هيبقى في مشكلة من أساسه. حل زي إيه؟ حملة توعية كبيرة في جميع وسائل الإعلام الغرض منها تعريف الشعب أضرار الأكل. يكفي انك انت تقول ان الشاي والسكر والفراخ واللحمه وكل الحاجات دي بيسبب ضعف الجنس عند الرجال، ساعتها كل واحد يقول لك يغوري الاكل ابقى بكرامته قدام مراتي. ونوفيهم اخر تعليق، مواطنه قالت والله ضحكتوا علينا العالم على طرف خضره، يعني طبتوا في فرقه مختصه في تفكيك المتفجرات، دي كان لميتوا شويه قطاطس من مرشي سيدي البشير، جاوا فرتوها الساشي راي سلكت الحكايه، يعني قالت فكره نعينوا شويه قطاطس في الداخليه. شادوني زوز هبط واحد قالوا لي اجا لهنا ما نعرفهمش، عملت روحي ما سمعتش، خلطوا عليا شادوني هكايا تتعرف فهمت. مهما صار قنبلة طماطم بلاد ولادها يطيشوا رواحهم في البحر، الدينار عوموه لين غرق. البنان ارخص من طماطم والبيرة ارخص منهم الاثنين، ضربة اثنين تسمع بهجة جماعية. هاو بحارة هزلوا فليكم وحبوا يستقروا في عنابة، هاو شباب يخرجوا خلى البلاد واوا. ومهما صار يبقى تراب تونس غالي وغالي برشا. درو نعم باي
أمك عارم وين يا وليدي؟ كلها ذيه باباي. شم عبد الروف وقول لي ريحه وشيه هذي عبد الروف. ريحه لارا باباي. ليه يا وليدي زيد شم؟ شم عبد الروف. ريحه لارا باباي. هذيك ريحه جدو، لارا ما تتقاسش بالفلوس وليدي. ريحتها غالي. هذيك نقتل نا روحي عجالها وانت تقتل روحك عجال الارض والتراب. ريحتها فاوحة باي. خل نمشي نا باي. وين تمشي عبد الروف؟ نبيع طرف طلارف ناخو كونفيرس. جيب لي معاك صباطة عبد الروف. اكلم السهم من قدام هذاك مذبب وليدي. حاضر ابا. لك جيب لي بظومة مريو خالها عبد الروف. حاضر ابا. الارض غالية وليدي. غالية باي. شبيك عبد الروف؟ عكشت باي. تشقلب عبد الروف تشقلب. القريب. الجراف في الصنديقه. كان هذا كل شيء في الاكتو فيسبوك، ومش كل شيء على فيسبوك. فقره من اعداد اشرف العتروس وتقديم لرامي مكلين. وكان فاتتكم حاجه تلقاو الفيديو من بعد شويه على الباج فيسبوك باش غاديو كاب افام. ومشاهده طيبه للجميع. اكتو فيسبوك. كاب افام الكلمه ليك.